ما بعرف ليه بربط اذا حدا مثلا قال لي مكياج خريفي بربطه فورا بالالوان تبع الخريف، الاورنج الاحمر الذهبي الذهبي البني كمان وكل درجاته البني المحروق يمكن. بتعرفي سيد نوار قد ما توسع عالم الميك اب صرنا شايفين انه مثلا في لكل فصل في صيحه معينه، كل ميك اب ارتست بتشتغل كثير على حالها لحتى تطلع بهذا الفصل ترند او مثلا بالزبط. نوع جديد من المكياج لحتى خلينا نقول تعمل تغيير بمكياج البنات، لانه احنا صرنا نشوف انه اغلب المكياج صار بالساحه بيشبه بعضه. انا بقيت اشوف انه الكل طلعه بقى لي مكياج، انا لو رايحه السوبر ماركت هعمل مكياج السوبر ماركت، انا لو رايحه السوق اعمل مكياج السوق، انا لو رايحه اخرج مع اصحابي اعمل مكياج اصحابي. صح. كل طلعة بقى ليها مكياج معين، مش عارفة يمكن الموضوع بقى نفسي أكتر، بقينا نشوف البنات دلوقتي بتحب نفسها بالميكب، بتحب تشوف شكلها بالميكب، كلنا بنحب نشوف نفسنا حلوين، خاصة بعد ظهور السوشيال ميديا بقيت انت مضطرة ان انت كل شوية تصوري. صح. صورة، فلازم تكوني جاهزة. الخيارات اللي بقت كتيرة كمان متعددة، كل يوم بنشوف موضة الميكب بتتغير، كل يوم بنشوف ميكب ارتست بتطلع موضة جديدة زي ما انت قلتي دعاء. بقينا ما بين نارين، محتارين ان احنا نتبع انهي موضه، وما بين لازم يكون عندنا وعي باي شكل بيليق علينا، اي الوان بتليق علينا، بشرتنا لازم تكون مرتاحه عشان خاطر المكياج يطلع شكله حلو، وللاسف مش بيزبط مع كل الناس. صح منا، هذا الحكي كثير مزبوط، بس كمان الاجمل من هيك انه دائما الميك اب ارتست بيكون عندها كثير خبره لحتى تعرف لون بشرتك وتحط لك المكياج المناسب. لون بشرتك بتساعد على اختيار لون الاي شادو اللي بيناسبك، وكمان كثير عوامل بتاثر على هذا الموضوع. صباح الخير يا ريما. صباح الخير، اهلا وسهلا، تفضلي. ثانك يو. اهلا وسهلا فيكي ريما. كنت عم خبر الصبايا ببدايه الموضوع، عم اقول لهم انه مكياج الخريف بيرتبط بالوان معينه. أكيد. بس هلا على الموضه وعلى التغيير وعلى صيحات المكياج، هل ما زال مكياج الخريف مرتبط بالوان الاحمر الاورنج البني ودرجاته؟ هلا اكيد لما بنقول خريف انه لازم نبلش بالالوان الدافيه، الالوان الحلوه، درجات الأورنج، درجات الأحمر، درجات البوردو كتير بتضلها درجة دائما بفصل الخريف. مش بالضرورة أنه نحن ناخد كل شيء ترند، اوكي، بس الشيء اللي بيلبق لنا حسب الفصل اللي احنا موجودين فيه. بالضبط ريما، يمكن هذا الموضوع اللي كنت قاعده عم بحكي لهم اياه قبل ما تدخلي، كنت قاعده بقول لهم انه كمان الميك اب ارتست شطارتها انه هي تراعي بشره الصبيه، مو كل صبيه بيلبق لها نوع معين من الالوان. هلا بالمكياج الخريفي في مجال كثير كبير انه الميك اب ارتست تلعب على الالوان هذه. خبرينا الصبيه السمراء شو الالوان اللي بتلبق لها بالخريف، والصبية اللي مايله بشرتها للبياض شو اكثر الالوان اللي ممكن تلبق لها خصيصا بفصل الخريف؟ او ان جنرال عشان احب اعرف، لا بدنا نعرف الصبية البيضة شو بالبق لها، والسمر شو بالبق لها، ممكن الحنطية كمان. اوكي، بالنسبة للصبية اللي بشرتها لونها سمراء دائما تروح على الالوان اللي هي فاتحة اللي بتعكس لون بشرتها، مثل البيربل، البوردو، البينك اللي كتير بيكون واضح، لمنه يكون واضح على البشرة ويعطي لون وإضاءة للبشرة. أوكي، بالنسبة للبشرة البيضاء لا، أنا ما بفضل تروح على البينك وهيدي الألوان، بفضل تروح على درجات الأورنج اللي هي الأيرث كولرز، بتعطيها أكتر جاذبية لأنه بيعكس البياض تبع البشرة تبعتها وبيخفف من حدة البياض تبعها. البشرة الحنطية كل شيء ما شاء الله بيلبق لها، يعني هيدي الألوان من درجات البينك لدرجات النيود للأحمر البوردو الخفيف كمان بيطلع كتير حلو وبيناسبها. حلو. كمان ريما عايزة أسألك، للبنات بقى اللي هم متعودين يحطوا ميك اب بشكل يومي مثلا وأحيانا بيغيروه أكتر من مرة خلال اليوم، دي قد إيه مهم إن هي تعتني ببشرتها قبل ما تحط مكياج؟ بيأثر مثلا تعب البشرة على شكل الميك اب، بيأثر إذا كان هي مجهدة أو مثلا في حبوب في بشرتها أو whatever على شكل الميك اب النهائي؟ أكيد طبعا، كل ما كانت البشرة نحن عنا صحية أكتر كل ما عطت نتيجة أفضل. اوكي، فدايما الصبايا يلي عندهم مضطرين مثل حضراتكم كل يوم انهم يحطوا ميك اب يطلعوا على التي في، لازم تكون بشرتهم كثير صحيه ومنوره، ضروري كثير اهتمام بالبشره قبل وبعد الميك اب. قبل الميك اب المفروض نحن نحط البرايمر،
وبالاضافه لشغل كثير مهم انه نحن نختار البراند تبع الميك اب يكون براند فيه كوزمتيك او مثل فينا نقول سكين معالجة شوي اكزاكتلي انه تعطينا للبشره كل شيء هي محتاجته من ترطيب الهايدريشن وكل هيدي الشغلات المغذيه المهمه لبشرتنا اوكي. وبعد الميك اب كمان نفس الشيء لازم انه دائما فورا نشيل الميك اب نغذي بشرتنا بشكل صح ننظفها بشكل صح نحط الترطيب اللي مطلوب قبل النوم كل يوم. هلا انا عندي سؤال، انا من الاشخاص اللي بعز علي كثير الايلاينر وكثير صعب اني استغني عنه، بحس انه هو بيجيب هيئه الميك اب، بس هلا على صيحات الموضه على صيحات المكياج بلش الايلاينر يندثر تماما، فخبريني بصيف 2019 2020 شو وضع الايلاينر معنا؟ هلا شوفي مش بس الايلاينر، كمان هو الايلاينر شغله من الشغلات يلي عم تروح الموضه تبعها كتير خف، لانه نحن صرنا نعتمد اكثر على الرموش، فلما بتكون الصبيه هي حاطه رموش فبيكون اكثر بيعطي الايفكت تبع الايلاينر بالضبط، بالاضافه انه مش كل عيون بيلبق الايلاينر، فصرنا نلعب اكثر بالاي شادو لمنه نبرز جمال العين وفتحه العين اكثر من الايلاينر. طب انا حابه جدا اتكلم على الميك اب الموجود على الموضه الاموره اللي معنا، انت ما حطيتيش ايلاينر؟ لا، على الميك اب ده بس غمقتي اعتقد طرف العين من هنا باللون الداكن شويه الاحمر بالضبط. الغامق وفتحتي على الجفن صح. ايه الفرق بقى؟ يعني قولي لي ايه اللي بيفرق انا لو حطيت ايلاينر على الالوان دي؟ هلا فيك تحطي ايلاينر، بس لما حطينا ايلاينر نحن على العين لهي اللوك نحن خففنا المساحه الالوان اللي حطينا نحن فوق العين اوكي. فينا نزيد، بس الفكره انه نحن اذا انتبهتي للاي شادو نحن عاملينه حاطينه بشكل مدور من برا لجوا مش لبرا، فنحن لما بدنا نحط ايلاينر رح تسحب العين لبرا وهذا الشيء اللي انا ما بدي اياه، انا عم بعطي لوك معين. اذا حطيت ايلاينر حيتغير اللوك بشكل كامل، بيوسع العين اعتقد. هلا بيوسع العين بس شكل يعني الاي شادو دائما بيلحق الايلاينر او الايلاينر بيلحق الاي شادو، شكل الاي شادو كيف نحن بدنا نحطه بدنا نحط الايلاينر وفقا له. هيدا الشكل الاي شادو اللي انا حاطته المدور يلي من برا لجوا من زاويه العين الخارجيه لجوا ما بيلبق له كثير الايلاينر. طب طبقات بقى الميك اب ريما، يعني انا بشوف مثلا مش كل لا دلوقتي كل البنات خبره ما شاء الله، ازاي مش كل البنات؟ ما الانترنت والانستغرام والتوتوريال ما خلوش حاجه، بس انت بتشوفي مثلا الغلطات اللي بتقع فيها البنات بشكل اعتيادي في وضع المكياج؟ هلا بشكل عام يلي عم نشوفه الاخطاء يلي هي استخدام الكونتورينج بشكل كتير مبالغ فيه اوكي. الكونتورينج هلا السنين يلي جاي او خلينا نقول خريف 2019 وشتاء 2019 2020 حيكون الكونتورينج كتير خف، لانه نحن رايحين على موضه الميك اب الطبيعي نو ميك اب اكزاكتلي نو ميك اب لوك، فالكونتورينج كله عم يخف. بس المشكلة إنه الصبايا بيشوفوا مثلاً توتوريال على ال whatever وبيطبقوه، بس عم بيطبقوه بشكل غلط. أنا بس نصيحتي للصبايا إنه إذا أنت ما كنتي بروفيشنال إنه ما تروحي لاستخدام الكونتورينج الكريم كونتورينج، بلشي بالباودر. فيك تعملي كونتورينج حلو بالباودر، والباودر ما بيبين كتير اخطاء، ما بتوقعي بكتير اغلاط لما انت بتستخدميه، احسن من الكريمي، لانه الكريمي حتى البروفيشنال ساعات ممكن انه يوقعوا باخطاء لانه صعب الدمج مش سهل. مزبوط. هلا تفضلي. هلا ريما قلتي الدمج، يمكن هاي معضله الصبايا انهم ما بيعرفوا يدمجوا باغلب الاحيان كثير الاشياء، سواء كان على صعيد الكونتور او على صعيد الاي شادو نفسه، بنلاقي كثير بنات عندهم هاي المشكله خصوصا مع الالوان الغامقه، وبما انه لوك خريف 2019 هو بيعتمد على الالوان اللي زي ما قلتي بنيات اورنج ومايل للبوردو، يمكن تحتاج مهاره بالدمج، اعطينا كم من تكنيك للصبايا يقدروا يدمجوا فيه اللون من دون ما يحوسوا الدنيا. ما في مشكله، اهم شيء انه as a starter انه ما تستخدمي الاسود، ما تبدي باسود، يعني بلشي بالالوان اللي فاتحه، انه حطي اكثر من لون وحاولي تدمجي فيهم، الالوان الفاتحه دائما بفوتوا مع بعض فهي سهل دمجهم، لما بتصيري شوي شوي تاخدي على كيفيه هيك. دمج الالوان واستخدام الفرشاه بتصيري فيكي انت تروحي للالوان الاغمق شوي شوي،
واهم شيء انه ما تكتري اي شادو على البراش عشان انت تقدري تتحكمي فيه، لانه كل ما كترنا صار كتير بطلنا نقدر نتحكم احيانا حتى ببقع 100% 100% بيخر على الميك اب، ينزع الميك اب وبصير صعب انه نحن نتحكم فيه. طيب واذا كانت العين مبطنه، يعني انا بعرف انه العيون المبطنه من اصعب العيون للميك اب، شو هي الالوان الانسب لهي العين ويمكن اللي اقل لبكه للصبي اللي ما عنده كتير خبره بالمكياج؟ يعني العين المبطنه بتاخذ دائما الالوان الغامقه، دائما نحن بما انه في عندنا جفن بارز لازم نحن نخفي بالالوان الغامقه ونخفف منه. الصبيه يلي ما انا بروفيشنال بفضل انه دائما تستخدم اللون البني، اللون البني كسموكي بتغطي وبتبلش في الوان غامقه من تحت لفوق بيطلع عنا اللوك كتير بيرفكت. حلو. طب انا عايزاكي بقى تشرحي لنا عن اللوك اللي انت عاملاه على الموديل وقولي لنا استخدمتي ايه، عملتي الخطوات، الالوان، سبب اختيارك. هو هيك كامل تماما صح؟ لسه ناقصه بس تاتش. طيب شو رايك تفرجينا هاي التاتش وتشرحي لنا كمان؟ اوكي خليني اجي مكانك تفضلي عشان اشوف معاهم. اوكي هلا بالنسبه للميك اب استخدمت ستيج لاين، استخدمت فاونديشن ليكويد فاونديشن اللي عندنا هو سيروم فاونديشن، بيعطينا الإكلاي اللي نحن محتاجينه للبشره بنفس الوقت بيغذي وبيرطب البشره، ما بيسكر المسامات وبيضل لوقت طويل. حلو. اوكي بيعطينا كمان نظره اذا انتبهتي مش مش لمسه طبيعيه، جلوي اكثر. بالضبط لمسه طبيعيه للبشره اكثر. هاي بالنسبه للفاونديشن. بالنسبه للاي شادو استخدمت الالوان اللي هي رايحه على بوردو اللي هي الترند هلا للاوتوم والوينتر 2019 2020، الوان البوردو. بالنسبه للاضاءه اللي فوق العين كمان حبيت استخدمها لانه هي عينه ملونه فبيروح لها بيبرز جمال لون العين تبعها. اوكي بالنسبه للكونتورينج ما عملت كتير كونتورينج، هلا بدي اعمله انا وياكم. قلتي لازم يكون الكونتور خفيف يروح. بالضبط انا حاستخدم باودر. بس اشرحي لنا وانتي بتشتغلي بليز. اوكي بنستخدم اللون يلي هو قريب للون البني او البرونز حسب لون البشره. بدي منشان ابرز انا الجولاين. حدود. انتي بتحطي على العظمه بتاعت الخد بالضبط يعني تحت العظمه تماما. أوكي. تحت العظمه تماما، لازم تحت العظمه عشان تبعدها باصبعين تو فينجرز وبعيد عن الانف 3 فينجرز. حلو ما نقرب كثير منشان ما بلشنا نكتشف انه طريقتنا غلط يمكن. تعدي بقى تحسبي. لا تكنيك حلو يمكن بيساعد الصبايا انه تعرف وين الحدود المناسبه بالزبط. للكونتور خصوصا انه احيانا الكونتور الكريمي ريما ممكن الغلطه فيه بكفره يعني انك انت بتضلي قادره انك تصلحي. صح بتضطر الصبية أحيانا بدها تعيد الميك اب كله. إيه فبالباودر لا سهل التحكم وسهل الدمج حتى. بتحطيها بوضعية الطبطبة كده حسيت 100%. والله برضو الميك اب ده عالم واسع يعني اذا ما كنتش عارفه كل ديتيلز فيها بتتعمل ازاي. اوكي ما اذا كان صار واضح بالنسبه لكم الفرق بين قبل وبعد. والفكرة أنه صار بدأ لعمليات التجميل. صحيح. يعني هلأ بعد الكونتور صار كتير ناس تستغني عن عمليات التجميل خصوصاً للأنف أغلب الأوقات تستبدلها بالكونتور. كمان نفس الشيء بصغر محيط الجبهة بنفس الطريقة بشكل خفيف. حابة أعمل كونتورينج خفيف كمان للأنف. إذا انتبهتي دايماً خفف اذا كان في شيء زياده على بتشيلي الزياده من على الفرشه. اكزاكتلي. كمان الناس بتبالغ احيانا في وضع الهايلايتر اللي بتحط تحت العين او على الخد وجنتها بنشوف بيبين انه هي مثلا مش مشعه عارفه اللي مظبوط. والاخطاء اللي عم يقعوا فيها الصبايا انه كمان عم ينحط بنهار. بالضبط يعني ما بينحط بالنهار، هو يوجوالي المفروض انه يكون في عندنا سهره وتكون انه سهره الاضاءه فيها خفيفه لما انه يبرز هيدا الشيء،
فقد ما كان شيء خفيف وطبيعي قد ما كان احلى. ما هي دي مشكله الفيديوهات على الانترنت ريما، انه بنحس انه المنتجات اللي هم بيستخدموها كتيره جدا، والبنات بقى عندها فضول ان هي لازم تقتني كل المنتجات دي عشان تبقى مبدعه، ولازم كمان تستخدمهم كلهم منها كلهم بالظبط، تحس حالها هي برا ضميرها قدام هذا الموضوع. انا عندي سؤال لريما، قد ايه يمكن صعب على الصبيه، او مش صعب على الصبيه، صعب على الميك اب ارتست نفسها انه تعمل سموكي لصبية عيونها مبطنة، أو هل السموكي بينفع لنوع معين من العيون وما بينفع نوع معين؟ أكيد طبعاً السموكي دايماً للعين المبطنة. هلأ إذا كان في عنا عين غايرة، دايماً إذا بدنا نحط لون غامق عليها للعين بدها تفوت لجوه أكتر، فحنبرز نحن الشيء الغلط، حنضوي على شيء غلط. فالمفروض أن تكون لا سموكي دايماً ب فهمت عليك لعين المبطنة. ايوه حلو. هلا عم نحط البلاشر. اذا انتبهتوا الحلو كمان بالستيج لاين انه هو فينا نستخدم نفس الباليت تبع البلاشر از ا كونتورينج باليت از ويل. حلو، عندك كل شيء ايوه بالضبط، فيك تستغني عن انك تجيبي تو باليتس بباليت واحده، اعمل منها كونتورنج واستخدمها از بلاشر، واحيانا استخدمها اي شادو كمان. فيكي كمان تستخدميها اي شادو مزبوط، لانه كتير سهل دمجه. صحيح سهل دمجه. حطيت البلاشر، البلاشر بيجي على العظم شوي لفوق، استخدمت اللون اللي هو البيتش اللي هو بيعطي كتير نظره طبيعيه، لوك طبيعي للوجه. حلو، هيك بكون خلص هيك صح؟ منكون خلصنا الكونتوري، بس بدنا نحط اخر تاتش اللي هي البروج. الروج يفضل دايما انه يتحط بفرشاه الروج، ما يتحطش دايركت زي ما احنا بنعمل كده. ايه اذا بدك اياه يطلع بدقه عاليه بيكون بالفرشاه احسن ما يكون بس اذا انت مثلا متعودي على رسمه شفافك واضحه فايتس فاين. انا بمسك قلم الروج مرات بدون مرايه عرفتي وبيطلع بيرفكت، ازاي ما تعرفيش؟ بس نفسي اتعلم ان انا استخدم الفرشه لتحديد الشفايف، بحسها افضل كتير. اي اكيد اكيد بتكون في دقه اكثر بالموضوع. للصبايا اللي بيحبوا انه ياخذ انه الشفاف يكونوا مات، اوكي فيهم يستخدموا بس الليب لاينر مثل ما نحن عاملين هيك، بتكون بس اللوك مات اوكي. بس اذا حابين اكثر يكون واضح اكثر الليب سوري ليبستيك اوكي بنحط فوقه بنرجع. وكمان حتى الروج بالخريف لازم يكون غامق ولا حسب انت شو عاملي بعيونك؟ لا هو حسب. شوفي هيدا اللون يلي نحن استخدمناه هو ترند هلا، بس مثلا الصبيه اذا حابه مثلا تعمل هيدي اللوك فيها تعمل النيود كولر مع لشفافها لمنه ما تكون كتير كل هالقد قوية اللوك اوكي. فيها تستخدم اي لون تاني معه، وفيها كمان تستخدم هيدا اللون تبع الشفاف وتغير باللوك تبع العين. ممكن تسمحي لي اجي اتفرج عن قريب؟ شكرا جزيلا ليكي والله. ايه الموديل الحلوة والميك اب الحلوة؟ انا حبيت كونتور الانف تحفة، وحبيت كمان الكونتور من هنا ده. لا لا ما شاء الله جميل. والحلو ان انت يعني لازم مهم ان احنا نظبط كمان الرقبه اذا لابسين حاجه مشان يطلع طبعا مفتوحة. نفس اللون نفس اللون. بنات لازم تشوفوها، تعالوا عشان نتصور كمان معاها. يلا قبل ما نتصور يا بدنا نتشكركم اكيد، نتشكر ريما عبيد على هذا المكياج الحلو وعلى وجودها هون عندنا بتلفزيون فجيرة. كانت ختام حلقه اليوم ختامها مسك زي ما بنقول دائما. رح اطلع على الميك اب. عايزه تحطي لسه حاجه روج كمان؟ اتفضلي. لا اتفضلي يلا اتفضلي خدي راحتك، احنا عايزين نشوف اللوك النهائي. الله شوف اللوك.